اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج معشاه السيارات. حلقه النهارده باذن الله هتكون الحلقه الثالثه من سلسله التعرف على انظمه تشغيل السياره او حساسات السياره. النهارده باذن الله هنتكلم على نظام مهم قوي اللي هو نظام البي سي في او بوزيتيف كرنت كيس فيولوشن، بمعنى نظام التحكم في ابخره زيت الموتور. زي ما عارفين الموتور وهو داير بيبدا ان هو حركه البساتم مع حركه الكرنك من تحت بتبدا ان هي تخبط في الزيت من تحت، مع درجه حراره الموتور العاليه بيبدا ان الزيت بيحصل له بخر. طبعا البخر ده بيختلف من نوع زيت للتاني ومن درجه الزوجه للتانيه. ابخره الزيت دي بتتحكم جوه البلوكه بتاعه الموتور او كلوه جسم الموتور. طيب دي لو ما خرجتش بتبدا انها تحصل ضغط زايد ويبدا لا قدر الله يحصل انفجار، او على الاقل بتبدا انها تضرب معانا اولسيلات الموتور وجواناته. فمهندسين السيارات فكروا في حل عمل النقطه دي. عملوا ايه؟ عملوا ملف بيتحط في اعلى نقطه في الموتور اللي هو غالبا بيبقى غطا اتجاهات، فبيروحوا جايين حاطين بلف. البلف ده من تحت في طبق، الطبق ده فوق سوسته، السوسته دي بتفتح من ضغط الطبق عليها اللي هو بيبقى ناتج عن ضغط ابخره الزيوت اللي متصاعده لاعلى نقطه، فتبدا ان هي تعدي من هنا. تعدي تروح فين؟ تروح رايحه عن طريق ماسوره او خرطوم، يروح داخل على المنافذ عشان يبدا يتحرق مع الشحنه الجديده ويخش يتحرق في قلب الموتور، وبعد كده يخرج مع العادم من ماسوره الشكمان ورا. طيب ده مكانه ودي وظيفته. ايه الخلل اللي ممكن يحصل فيه؟ مع الوقت البلف ده بيبقى جواه فلتر. مع الوقت الفلتر ده بيتسد فيبدا ان هو يدخل ابخره، ما عادش يقدر ان هو يدخل ابخره الزيت اللي خارجه، فيبدا الزيت يتكتم جوه الموتور. النتيجه بتكون ايه؟ بتكون نلاقي الموتور اجزاء جسم الموتور كلها، كل جواناته وسيلاته بدات تضرب، بدات ترشح رشح زيت خفيف داير داير الموتور. في مواتير كده تبص عليها تلاقيها كلها رشحه زيت. من ايه؟ بيبقى فيه سدد في البلف ده، والنظام ده يمكن ما حدش بياخد باله منه خالص، ولا حد بيبص له، حد بيعمل له صيانه. ان شاء الله في الحلقه النهارده في الجزء العمل بتاعنا هنعمل له صيانه، وصيانته بسيطه قوي قوي. هنشوف مع بعض ازاي ننضفه ونظبطه علشان ما يعملش معانا مشاكل، وما يطلعش اللي هو من ضمن اهم مشاكله ان هو بيطلع ريحه زيت محروق عليك وانت سايق العربيه. الناس اللي قاعده في الصالون بيبدا يطلع عليهم ريحه زيت محروق. غير كده بيبدا ان هو ياثر عمر الزيت اللي جوه الموتور اصلا، لان بيخليه يتحرق ويخليه لونه يغمق، بيغير صوت الموتور. على السلانسيه لو هو كتم خالص يبدا ان هو يضعف السلانسيه وتلاقي فيه رعشه في جسم موتور السياره. خلي بالنا قوي من النظام المهمل ده، محدش بياخد باله منه، ويلا بينا باذن الله نشوف النظام ده ازاي يتصين عملي. ده بلف البي سي في، وطبعا زي ما شايفين هو مربوط هنا بصاموله وراكب في اعلى نقطه في غطاء اتجاهات علشان ياخد البخر بتاع الزيت من اعلى نقطه، ورايح بخرطوم وداخل على المنافذ عشان يوصل البخر ده للمنافذ. طبعا انا دلوقتي بفرجكم في الصوره الكبيره على الموتور لانسر الشرق اللي هو تقريبا 90% من المواتير الجديده شغاله بنفس الطريقه. الصوره الصغيره الفيديو الصغير ده موتور اللانسر البوما، طبعا شكل مبسط خالص زي ما شايفين، هو راكب من فوق كده وداخل بخرطوم صغير على العمه. طبعا دلوقتي اللي احنا شايفينه تحت ده في الصوره الصغيره ده كان لموتور عربيه سراتو اللي هو طبعا شغال على مواتير كتير قوي، عربيات كتير، كيا سول، كيا سراتو، كيا كارنز، اكسنت ار بي، كلهم بيشتغلوا بنفس النمط ده، نفس الفكره. طبعا لقمه 23 وبنفك بيها البلف. البلف زي ما شايفين ده الطبق اهو الداخلي، ودي هنا السوسته. بص كده لاحظ ان انا لما بدوس هنا السوسته بتنزل اهو، تمام. هنبدا ان احنا ننظف بكربيلاتير كلينر من جوه. طبعا ده الفرق ما بين موتور عامل تقريبا 30000 كيلو وموتور عامل 120000 كيلو. طبعا ال 120000 كيلو هو في الصوره الصغيره بدون تنظيف هتلاقيه شكله زعلان جدا، ويمكن كانت العربيه جت لي علشان ضربه جواناتها من كل مكان، فطبعا انا عرفت على طول ان البلف ده اللي فيه مشكله وفكيته واتنظف، والحمد لله العربيه من بعدها بقت زي الفل ما عادش بتضرب جوانات تاني. فاللي هيلاقي عربيته بتضرب جوانات متكرر يعرف على طول ان الغلطه من هنا ويبدا ينظفها، وطبعا تنظفوه كصيانه دوريه. لاحظ ان هو له اتجاه السوسته فيه بتتحرك اهوت، والاتجاه التاني بتمنع مش هتنزل معاك، هيبقى بيصد. لو لقيته بيفتح من الجنبين يبقى هو برضه بايظ ومحتاج انه يتغير، اتفقنا؟ طبعا زي ما شايفين سوسته هنا من ناحيه واحده بس. هنبدا ان احنا ننضفه بالهواء بعد ما نضفناه بكربيتير كلينر كويس، عشان بيبقى جواه سفنجه صغيره كده المفروض انها بتفلتر الزيت، فالسفنجه دي مع الوقت بتشبع زيت جامد، فيبدا ان هو ما عادش يقوم بوظيفته، ويبدا ان هو يدخل زيت كتير على الموتور، فيبدا ان هو ياكل بيجات بسرعه. هنركبه تاني، نقفله تاني مكانه، وطبعا هنحرق عليه، ولكن تحرق بشويش لان انت بتربط بلاستيك في بلاستيك عشان ما يكسرش غطا التكهات منك. ركزوا قوي في النقطه دي لانها نقطه مهمه قوي، تمام.
طبعا الصيانه دي تعملوها صيانه دوريه لانها صيانه مفيده جدا للموتور، وهتتفاجئوا لما هتفكوا المواتير عندكم وهتشوفوا الشكل بتاعها عامل ازاي. طبعا قفل خرطومك وكده احنا خلصنا. بعد ما شفنا نظام ازاي نتصين عملي، اظن الموضوع من اسهل ما يمكن، وبرغم اهميته ما حدش بياخد باله منه. هنبقى باذن الله بعد كده نعمله كصيانه دوريه مع بعض ان شاء الله يا رب سنويا كده، وننظف نظام البي سي في ده دايما علشان نحقق افضل اداء لموتور السياره. اشوفكم باذن الله على خير الحساس الجاي او الحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم.